ماذا حدث في حلب؟ يعني الدولة استطاعت أن تسترجع سيادتها وسيطرتها على المدينة. فهؤلاء الناس كانوا يحلمون أن الإرهاب سينتصر في حلب وفي أماكن أخرى. فبعدما فشل الإرهاب هناك يظنون أنه ممكن يعني ينجح في الجزائر التي كانت الدولة الأولى التي انتصرت استراتيجيا على الإرهاب. فهذا كلام فارغ، يعني ربما الوقوف عند أثبت ناس مازو في الأول. مرحبا يسون أرزات المغرب تسنات، مرحبا يسون أرواهي البوساقية تدين البوساقية ممكن سلا وقي وقي ذا نغلاف ناد الوزير الأمور نبرا نلزاير سلامة سيد متناس ما نسا شو ديني ندير شك مشطاح نتولكا وقي ذا قيل يردير فرافون دويناك بشال أساد يرد يرد تامورت نع الحلبة قي سكفاسن إير فرافون سكفاسن بولاش قي مشطاح كفاسن تمغارين كفاسن بمغارن كفاسن قرقزن ولو يعني ودينا لا مشيت بصل أساتي دي ديالان دابور يا سيد الروس وكذا الإيران تقي ذا لوك ذا حزب الله يجيش من مال سنة تمور تقي سلبوم باتنسن سليزافيون سن باش مع تيلاونا قد مع نارا شقي باش هاد ريكوبيرن تمور تقينا حل باقي ثم ذي تقيق الإيديوسان دي سوريا وقيد الموقف أوفيسيال تمور تنايوي كنا حالب ستان ستون ليبراسيون الحلب بقينا ثمور تقيت مثل سيسيا قيا نهدار وقيد سان ولون وقيد سان تسا كولون سن مش كان ولي الرشا قي مش كان ولي ثي لون قيك تمسثنا كا كلاس سدو البومبا ثقين الروس سدو البومبا ثقين حزب الله هل ترى وقيد الرفراف هل ترى ذو قي من هدار نكوني ذي رفرافن تي لون قيت المغارين قي هل ترى سافو لابان اي البشال اسد هذه في كرسي باش هذه نغ نفس بوكدوديس ايت مثلا ان دلال الانسانيه ان دلال يمدان الدنيا تاكي باش الدينين باسطا زات تمغات من غنا كيب ولا شي مشطات من غيمس من غندا الملان سورتو مش كنس ام دبار للجزائر اللي ونسمتين الجزائر هذه الدنيا اي هنان يعني سقموشيس بلا الحياه بلا توكاد ربي كيني وكذا كيدير فرافن وبشار اسد ديال تمورتيس ريفاسنيس يعني ايت مثلا سا بعد نهضر فو ولا قدينا ام دبرقين الجزائر اشي مثل بضل الجزائر اللي حاليا قيل الجزائر الناس دفعنا في مظلومين في المحقورين للدونيتا كليت بوضا نتا السجع بشار الاسد السيني كمل فريديك خطر وفريديكي ميغال رفراف ونكون زرار رفراف كاش وثنم كيدنا تي مغارين دي مغارون دار شي مشطاح يكتم ساتن كلاس ذي تمرتاقي ايت مثلا سلفرحه مقران اذف دواهي البوساقي وقد مثلا سعيد حنوتي وكذا مداني قدش الساتيت سيتي زي وزو سي سعد الزوف لك ومرحبا بك مثنى اخيرا مثنى سلام مرحبا بك الخير مس الخير كي واد مثنى دي تبع التلفزيون المغربيه يعطيك الصحه سي يعطيكم الصحه سي نوكي هادي وان ماشي السعيد السافيون سافي حنوت سمحي سعد حنوت سمحي يا سعد يعطيك الصحه لا يعطيك الصحه ما سمح لك مثنى سلام ثاني ميرتيك مثل هذوك ناتم زول كريك مثنى سعد ديال الاخبار قادي لحقونا دي لا تركيا نغان لومباسادور لا روسي دي لا تركيا سيكي تورا كنكا نايك الاخبار تي تسال عقلك تورا مازال بعد نغار اغوص ان شاء الله بعد نايك لدينا نوفال لومباسادور الروس دي لا تركيا نغان تكا تورا كنكا سي دي اسطنبول اك مثلا سعد دوغا لا غرو ولا كي انا تمسد بوسكي امشي دينا ماس العمام راه وكيم كيدنا رانا غلاف الامور برا للجزائر ميكينا تجي سيت اون ليبراسيون يقدر انا كذي لا ذي حالب شي ني تم زوروث اشد نيض ذي قوالا قيدنا ما سلام امرا تراك ما نكوني اوني طب اوني طب تي على كونتراديكسيون اروين قارن اوفيسيالمون دوك كنا خدمنا الشغل نسن امي يزرى لا ماما باللي بشار الاسد لي تيرورست يتفن حالب وكن يا رتي داري فاسنيس نكوني انا الصوت الجزائري انا الصوت اوفيسيال من تمورت الجزائر يقار بلي اقلا كرا تمورت يقلان اقلا يذا سوا كنا انحارب ايربرا بنا كينيا اهل ترى جان دي الواجب نسنا ساكينيا يمقي منو تنعاون نارا باش نروح نثنى حرب باش نروح نثنى حرب نسنا سلاحنا خطير دونك يعني ذا كينيا سواليض يعني كونتراديكسيون توتال اني زران دير برافن الشغل في كنارة صوت يعني نتمندى في الجزائر سيمانيس هذي عقضي وكني في جدوزة أشتيني قدر أن يكوني غندا إلا كلا مربرة بس نحارب ولكن إيزان بريفيري
لونجاجمون تبوزن الجزائر يوكن هذه اليوم بصفه سلميه يوكن نسك الشمال هذه غنينا ارتكو فيها كينيا تمورا من برا دونك زعما يسوى منع راسك يوكن الا بغرغر في السومان باللي غنمور الجزائر نسك الشمال مانيس الشوال غارتكو فيها من الداخل تمورا في برانيني ولكن يعني أنا نعرف السجينية أقلاق من غيون غيون طنبرة إكسبرس يتمور في الجزائر تمور في الجزائر السجين زوغل أرمي زوغل يوز تمور في كساني ينفسنا عيون وضار تقدر غير في ذاك يالك الناس نشفور بيان ولكن السجين الجزائر زوغل لم تشكين العظم ينسك روحا حشان العظم من نعرف في ساني تمور تاكين يسي مشات تمور في الجزائر يسي الزمر تمور في الجزائر أدفين بلي تمر في الجزائر قالوا كان السلن يقضي الموخ ذك قروين سن ذوي ذاكي ناسبنا في مورد الجنيا أذكر نتيم ذليني قضي موزن هو كنيا السيكت الجيري اللي ريدويت عن فراغمان ذي الجستيس كامل مع منبر ذي الجستيس كامل عند تمر في الجزائر ما ماشي نسيس من الربراب ورسادة شارتي دي بكذن ولا ذاك ذو ذيس ولا ذي الخدمينيس ولا التاريخ ينس ولا اللي تنسي قلاني كذي غراني كذي فهمنا أمي ذر ولن فغنا كتمور إيوا كمية غالساكين الزيار تغال ساقل كان سيس من الربلاب ما ولاش الربلاب نكوني هو نكزيستيرا ولاش غاك ذي المور تاقيا دونك أسنت اللي نيغي واز مثلا أنا هيك مثلا سادي يعني الدغال على لي ديكلاسيون كين المسا لا مامرا هناك يعني كما تنا سعدي ثورا كنا نهضر ف انت شو يعني الخلافه تيك لانك رانا كان كنين وكذا هذو تمور النظام انا نهضر ثورا ف دي كاب بيان بريسي دي مدان نيكست مساتون تي لوين دي حدا دير غازن دار شي مشطاح اكس مساتون كذا لي بومب البومب تاعي كنا دي الحاله بام كي زمر شي من بضا نيفو ان ديال الجزائر تغلق النساء في المتاجب ولا شي مش ولو يعني اذا ادني لا نيرف لافن داخلنا لنا يمشوا من داخلني بصح هل ترى ماشي لا بريوريتي انت في وقتني ارشني مشطاح يتلاونا كي باش انا ندنسلك دينا ومن بعد ما الا لان فرافن دينا زمانات فرنوك راسهم بصح اشي مين زين كوني سي زيك نتوسن يعني كمام انتي لوك لي كوز كي جوست ولا نتولي يعني الجزائر تولي كوم كوا الصحراء الغربيه شتي كوز جوست بالك حتى لو كذا يعني عطات لي كوز جوست بالك سي زيك سي واخد بوم ديان on était toujours à côté des opprimés qui sont ordinaires. Tout le monde, pendant cette phase, Bachar al-Assad donnait à tous les gens comme quoi ils ne pouvaient pas dire nous connaissons un certain nombre de gens qui ne sont pas capables de dire que nous ne sommes pas capables de dire ودي فرهالا ميماني سخطر قشمي خطر سورة لو كان هذا غالر تمسال في التاريخ أكيني بلي ما سوريا ديوز انتمور إيكش معنا طاس بالزايريا ذي دمشق ذي تمورا ينسكو إقلان ذينا ذي سوريا دونك لا رولاسيون إقلان ذينا واسمي ثلاثة يرولا الزاير نمعاوان بايك لنا وساقيني وزميرنا لغادو نتقن خطر أقليك ذين سواليا هلو كان ذاين زمان أخذ منه إي سوريا أقرأ أن سواليتنا الساقينيان خزراك أترافير طول البيي أترافير طول التريتوار الأغتمال شربان ديلا بوشان دي فيكول ديلا لانكمبر مونت كاروسين أصفظ في سوريين سرمواشر إنسان سوارو إنسان سي شريو لنان لفافك دي فوتوي رولان أولا مالابيي هلو كان أدخذ من أين مزمر أدخذ من الخير غير الخير يسمور ساقيني ديجا ويجي قلال يا بوكو دو كو لانا طاس الله أطاسي موخان يجي زمرن أكو يجي غدير ولنا كي غاما ذا ذيش قيق النغا جيري قلال ذي لافريك نغزو يجي غدير روحنا ذي سوريا إلا وان دارس نجمعان إلا وان دارس نخذ من تاويل وراش تام دين ذي الجزائر ونسعالا في سنتر دو روكازمان À titre d'exemple, la Calande, nous connaissons des villes à Tizi Ouzou, il y a un centre de recasement
أثاني قيم فيد وما ويجين إلى حناك وكان ذيك زنقة ذيك بردان بلا غقلا ذورة ذي الوقت ذا سمير ولاش ذا شارد شن ولاش ذا شارد سن إلى قذيبين لي سنتر دروكاز مواقس دي سنتر أوفيسيال يسران توفر يسران كنترولي يسران هبرجي يسران نوري يوكنين أدن فكي أذم ولهان يثمور في الزيار أخطر تعدف لنا غنكونين أني ذا غتيم مثين النار عيون تسوي انت غذ قاعدان سنتر قول انت سبدازن سعواز انت يثدر سرطايا يوكنين هذا ورومين ويزميرانا هذه تفويني لان يفاور قاز اسلام جهاز مغي خدمة مورد ناظر المستبل مركذا وكذا نكوني ثقينا عاشيس انت سوالي ثني مارات النوالة كاقيت صغيرنا ولكن مارات والي الدولة سيمانيس اكسيني نكوني اقلاغ بلاد حسن ضيافة وكذا وكذا ولكن أربعة قمارة توالي ذاكم سكيت صريعا أما يطيش يتشاثن أصمير يتشاثن القوذ ولاش عندت لا بوليتيك دو 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 لاميغراسيون يقل لنا الساقين خاسون بنارة فلاز ولكن دولة لكن قارن دولة غام ربين يلاك خرب وينارة دياسن في بعيد يلاك سيمانيسة تيري زوجد إلو مورام في جينيا ولكن مع الأسف الدول غذاب وسيمانيس il gère les choses au jour le jour ainsi à Duncan il faut qu'il se le ou il l'air à Oudiou Ferran ou Gour il sera 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 il la déclaration à Mamara en tant que ministre des affaires étrangères et les relations internationales il sera 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 الساقين الزاير سيمانيس توفاد باللي بشر الأسد اللي تسانيك فوكر ثموردس إمارات خزرضينين سوالي في التلفزيون أرواكن غليني خامن أرواكن صوت الحالة في سوريا يعني لا واشو غبنا ذم إساريه الكوليس وما توري مارات واليض المزين النير ذي قردان نير يتكسنكس دواك يرسدو كذا وكذا شوك سغوكين ستان كريم كونتر لومانيتي c'est un crime يخدم يوكزوديس يوكني يوكن نتا برك باش هادي سلكه الرئيس خاطر ديو نوس الوين تمور دي تمور بارافن وتقلي من هذا السلك الشاب نسن ولكن كاتن كان ارم كان كاس الكني قرين نسن يصاوضي ذي الحال اي سمح الواد مثلا ارمي تالوف ثنين جحا غاسمي دبغر وخميس الى سادي سلك ربق الرويو لا تسوي لك كاتن كان مكان سلكني قرين سن او مثلا سليم اسعد يا مو شغل ذن عليك سقسان كارو عاد نهضر فوق دكتور عاد نهضر في الجزائريه انا نهضر تورا فو دافو نهضر داف لي ريسبونسابيلتي تمورتنا اذا انا الجان نظن ما ماذا فو يعني سمحتي او قدود تمورتنا واش اللي عاره يعني تورات هذه الجزائر كانت هضرة في لاسيري كني كنو ماشي دا ماشي تمثلتي نوش لا واش اللي غلط تمثلتي كيني هل طلع عني دي سوتو تيزي وزون دي اللي راك كاد غورنا اسك هضرنا في تمثلتي كاس كي غاديت نلحان غطاسي دي قانا مكيت قان كرا واش اللي عنا روح درنا في تمثلتي كوت وانت عنا راه خاطي يقاد 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 ولا ذا شو الدنيا في السنن ذا شو التمثال دانيك سيلي نا بوينيكر ولن في سمورتيس لعدة أسباب ماذا الإرهاب أقلق نشر في ذلك أتسانا لا كومينوتي أرتيستيكا الجيريانا كوتساني فرنسا قسمي دفغي الإرهاب على الساقين وزميرا الساقين الزايرين هذي وليوني اللوز يدين حفا يعلا وزميرا الساقين الزايرين خاص بالاكة ديني أكاقين مي ويقبلانا الساقين هذي ولي نظر ويني اللوزان خطرة زايرية الأغلب يكزايرين il حفظ راضي بكران وين يلوزنا ساكت دون يدرس بكوا لا كوز دي زوبريمي الا ايتي تول تان ديفوندو بار لالجيري مي مالوزمون افري ذا غينيا يفي دوسا الحاله الصعب في الجزائر انا خاطر يفو كوز دي فيريتي اكيد الجزائر كازم كاريس ديجا اراوي سي وكنا تشن قسمي صوب لا رون بيتروليا كازم كاريس ليك هاي سلكا قرويس أروين دي سيدون أرغارس أروين كان صوغ تمورت الساقينيا خطر باشا ستارتي هذا توت ان بوبل توت ان فيل جن سيبا موا توت ان تيريتوار بلين إلا ايتي ليبيري دي مان دي تيروريس شوي ديزولي يتشاد يروج في سميز أمري زراغ للا وما كي قادر بلي تمورت نيز لي تيروريسي إلان إلا قاد يخدم البيريس بانيك تمارات موديس ولكن على الأقل
أدي وفق في الأوبينيو انترناسيونال يجي في الله أمد الروس أمد الأمريكان ضد الروس نغض فرنسا السيمانيز نغض الألماني إيراق سينا أردي فكنا أمس لينسن الزائري نغذب الزائر يوكت الدمير أستقيد ربراب ولكن الزائري نغاكدو ذا الزائري أستقيد ذي الموحل هذي قبل الزوان دا يبغي داير ما في أرتي دول أجيريا ذا شوت جارك يولكيد كافض بلاد محقورا بلاد ربي سبحانه ديجا ولاش لاشي تجار بيستغفر الله هي مالك يولي تكضي لعبدا منا لكن يخسر كان هيك هذا العام دونك الجزائري طرف كان يتصربان اما ذي الجدود لنا اما ذاك يد مكان ونزميل لك ذي الموحه داير الدهني الدهني قال له لي غورشيا كيميا هيك ذي كيميا حكمان بعنا الصور ديال بغانا نغفر من البوفار هو كان فرنسو الصور ديال كفرام كي خدجو الشيطان ذيك السن ام كي يستعملوا الجزائريه لو كان ديونو زواليا ديونو لوزان ديونو يعران ديونو غوجين ديونو مخصوصا كلك سوا الاخصاص ينس اما سبيكيغ لي زون دي با لي زون دي كابي كينيا لو الاحتياجات الخاصه كي سنقران ذي الموحد الجزائري يركضيت نغ يكريت نغ سيني كذا وكذا دونك وايد للمعامله يجي بجدود يوثر ميسكرها الحضور بالجزائري الديفين ديال الجناس ذو الحضور نسمكان دور الساقية زمر ذيها كينين ذاك جود نغي غدينان أكيق لقاتيني ثمسان خاطئ غوش دي قراءو جود ساكاقية مي ويجي تشكي كبير الحالة سو سمانس الاكتيف نسان تشكي غيني خسران دور كينين أكدو ذات زايرين ويقفل الشامي أكدو ذات زايرين اللي راسي الشامي اللي راسي أعطيك صحة مثلا سعد أعطيك صحة مثلا سعد سعد إحنا نوتيم كده نوقي ذم ذني قدرشنا لساتيث سيتي زوج أعطيك صحة تنمية ديمقراطية مثلا ده دقت مثلا كريم كبير وقي ذا نغمس هذي اللي بيرتسيل زيار سي كريم أزوف لك وما راح فيش كذا مثلا أزوف مش الخف لك سي كريم أعطيك صحة تم زود كانك مثلا الأخبار كان قالوا دي لحقن الامبراطور دولا روسي إن غنى كذي لا تركي هل تراك تشيني ام كتورا دا لاساسينا ياكي شو لي زيفيز ما داو في لا تركي دي سورتو لا ريجيون ني باه تي سي يا بوكو دو يعني يفضل يا بوكو دونجو دون ليستوار دو لا سيري دونك استاندار توت لي بيست سون فالابل بور بون بيان سور باسكو سي بيان كو لا سيري استاندار لو ريجيم بشار اسد لي سيدني بار 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 c'est-à-dire s'il si doit sa survie, c'est en grande partie au soutien de Moscou. Donc aujourd'hui, si aujourd'hui les Russes, c'est-à-dire reçoivent ce coup, bon, on peut l'interpréter comme étant une représailles des forces hostiles, mais est-ce que pour autant d'autres forces internationales ne sont pas impliquées parce que il faut dire qu'il y a beaucoup de mains manipulent dans la situation qui est en Syrie. C'est-à-dire toutes les forces, que ce soit les pays arabes, la Turquie, la Russie, les États-Unis, la France, c'est-à-dire pratiquement, on peut dire d'une certaine façon que c'est un enjeu de guerre mondiale qui se joue en Syrie. Donc on ne peut pas déterminer exactement quelle est la partie qui est derrière cet assassinat. كريم يعطيك الصحة، أتنمي تيكيك مثلا كريم يعطيك الصحة لو عندنا غالا الأخبار يقوم بعد إن شاء الله على كل حال لو كذي نفقوا نظن هيك مثلا كريم عندنا غالا غالي ديكلاراسيون مثلا أمام راهو كذا نغلف الأمور داخل برا من الجزائر كتينا مكتولة التصريحات تيكو أون توك أوبسيرفاتور. ديكلاراسيون أمام راه بارابور لا سيري؟ بارابور الحالة بميكينا لايتي ليبري فينالمون يعني مارغالي ماساكرا كيمي فينالمون سي بالشرق يا ليبري حالة ديمان دي تيرورست. شوف c'est-à-dire dans la question syrienne il faut dire que l'Algérie a été prudente parce que je pense qu'elle a tiré la leçon par l'expérience de la Libye parce qu'on se rappelle que on a été beaucoup critiqué parce que le régime c'est-à-dire ils ont considéré que lui il a soutenu le Kadhafi jusqu'à ce qu'il s'est rendu compte que les rapports de force ont changé que l'Algérie a changé donc par rapport à la Syrie, je crois qu'ils ont été tout de même prudents.
En plus, il y avait, c'est-à-dire l'Algérie, elle s'est refusée à se laisser entraîner dans le problème mis, chiite, sunnite. Donc, ils se sont montrés un peu très prudents. Mais cela dit, il ne faut pas oublier que l'Algérie, d'une certaine manière aussi, elle ne peut pas appuyer des solutions qui sont contre le régime syrien dans la mesure où la structure, la manière comment le régime est structuré, il ressemble à celui de l'Algérie. Donc, c'est ce qui va se passer, l'Algérie. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont d'une certaine façon obligés d'appuyer, même de façon très très discrète, le régime de Bachar el-Assad. C'est pour ça, peut-être, que c'est ce qui explique un peu que la Marmara se range un peu dans la version défendue par les Syriens, par le régime syrien. C'est vrai que maintenant, quel est même cas de se faire moi, la position de الجزائر تخالف la position بوعرف ناكوليتي من سيدي مورين المسن من ناكولي شغل الجزائر تغال ايزولي بارابور على لا كوميونيتي سورت انترناسيونال بيسك يعني حاله سكرت مولا كان قال لنا قبل بشار تورا بار لي رون لا اسم لا روسي لو كذا حزب الله يعني ولا شطاست مورا كي سون بور يعني لي ماساكراكينا كي سون كي اون جيستيفي مازما دينار لي ماساكراكي ابار لالجيري بيسك سي اون فاسون دو نوتر جيستيفي لي ماساكراكي بيسك على دي كوم كوا سي لي تيرورست كي كبوثن دينا شوف il faut dire que quoi qu'on en dise c'est-à-dire les criquets de la grande guerre non mais de mon point de vue la voix de l'Algérie ne pèse pas depuis longtemps surtout le Moyen-Orient. Je crois que c'est-à-dire Yannickem, c'est juste un peu pour faire acte, si vous voulez, sans plus. Mais l'Algérie, je ne pense pas que ça ait une influence. Justement, avec les déclarations, elles s'isolent encore plus. Elles sont vaides à la communauté internationale, mais elles vont récupérer chez Taha. ودم يصحنا كم وقت يلوك ذا أوك ذا الأوبينيون انترناسيونال سيت خلفيتون سي كوم سيل سيزون انكور بلوس لا دي موند اكستيري نو جو نو بونس با كو ناغيتو انكور اون فوا ستادير ال سي دو بروند لي بوزيسيون لي كي او مون تو كونفورم لا 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 ناتور النظام لنا Ils ne peuvent pas, c'est comme si vous demandez à ce qu'ils soutiennent, on l'a vu même en Tunisie, le soutien à la révolution a été très timide de la part de l'Ou. Généralement, on soutient un processus, par exemple, démocratique, alors que l'Église a ramené sur le Donc, ils essaient un peu de jouer l'équilibre entre défendre, soi-disant, des principes généraux, tout en restant conformes pour défendre eux-mêmes demain. أف ديفوندو ريجيم المسلم بزاف نتمورا مدا باش عزيزي يمكن الجزائر زعما داير سي بور سا كون ا توجور ديفوندو لو برانسيب ني دو نو انجيرونس دون لي زافير انتيريور باسكو اون نو فو با اون فو با كاسكو لي جون دوموندي ولا نسالي اسكو يمكن يدعم النظام لا اسكو لي ديموكراتيك اسكو ريسبكت لي دروات لا ماشي تشي دونك سي بور سا كلا لا بوزيسيون الجزائر تبانت سوفون اي لي كونفيز مي سي بوكو بلوس ما يقدرش كتخمم بوكو بلوس et les considérations internes que par rapport à des considérations de géostratégiques du Moyen-Orient qui les dépassent de loin. La preuve, la Ligue arabe elle-même, elle n'arrive pas à peser avec tout ça. Et moi, je pense que Max, pratiquement la voie ne porte pas du mal. On est tellement loin. Donc, là, dans le cas Karim Oghdoud, il y a la position soit la société civile algérienne, soit la population générale par rapport à les massacres. Il n'y a pas ou lâche une réaction démocrate, ou lâche des déclarations à Guinée, ou lâche des manifestations, ou lâche des affaires des 20 guerres algériennes par rapport à ce que nous avons fait. C'est normal, Yanni? C'est pas normal. Rien n'est normal. Seulement, il faut dire que d'abord, les Algériens sont mal informés, ils ne sont pas informés. La deuxième des choses, là, les gens sont tellement les problèmes, ils sont tellement la société civile a été complètement disloquée, la classe politique, le mode d'organisation a été détruit.
au général bien à s'organiser, à faire de la politique, l'exercice politique normalement pour sensibiliser les gens et tout ça, qu'aujourd'hui on assiste à des situations pareilles. Il y a, mais chicaniani, les Algériens ne solidarisent pas. Parce que quand vous parlez de Alep, avant Alep, il y a plusieurs choses qui se sont passées. Les Algériens n'ont pas exprimé leur solidarité, à part quelques petites poches marginales. Nous restons avec le rafle contre les immigrants au Sénégal, le problème de Gardaïa, le Daïn Salah, plusieurs fois, les Algériens n'ont pas à exprimer leur solidarité. Mais tout ça, c'est lié à plusieurs raisons, parce que la société n'est pas organisée, parce que le pouvoir a tout fait pour la détruire. On n'a pas laissé les gens s'organiser pacifiquement. En plus de la situation qui est difficile interne, ils sont beaucoup plus préoccupés par leur quotidien s'occuper à faire de la politique. Barakallahu fik ya Oustad Karim Kbir, atik saha wa gidan aghmas di Liberty Seed, zahir atik saha fit maligat fikir. Et maintenant, c'est maintenant d'assez le farham qu'on a maintenant. Cheikh Ali Belhaj, vous guérissez de par le Jbeil Samin Qassi de Zahir. Cheikh Ali Belhaj, salam alaikum. Alaikum salam, rahmatullahi wa barakatuh. Tek saha, Cheikh Ali, barakallahu fik, imit l'adou kid nasagi. Oustad Cheikh Ali, soual awal, qabl dukhol fi l'mawdou l'yom, هذا الخبر العاجل حول اغتيال سفير روسيا في تركيا، كيف تلقيتم هذا الخبر؟ الصوت غير واضح بارك الله فيك. شيخ علي هل تسمعني الان؟ شيخ علي؟ نعم. الصوت غير واضح. الله يرزقك، اتمثنا مزمن اخ من الحاجه و انا صوتك يعني واضح جدا، انا اسمع فيك يعني بوضوح. الآن أسمعك. ممتاز، شكرا الشيخ علي، بارك الله فيك. أولا مرحبا بك والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وللمشاركين وللنظارة الكرام. شكرا الشيخ علي. أولا قبل الدخول في الموضوع اليوم، كيف تلقيتم خبر اغتيال سفير روسيا في تركيا، وكيف ترون تداعيات هذا الاغتيال؟ أولا لابد علينا هذا الموضوع الذي نحن بصدده والذي ستحكموه أنتم للرأي العام والمناقشة فيه، هو موضوع خطير وموضوع له أبعاد في المستقبل، ليس فقط في سوريا ولكن في العالم العربي والعالم الإسلامي بل في العالم برمته، لأن تبعات ما يحدث في سوريا لن يقف في سوريا. أصبحت الآن سوريا هي محط تقاطع يعني مصالح دولية. لا شك أن بشار عبارة عن ورقة الآن في يد روسيا وفي يد إيران، وهو لا يملك من أمره شيئا، وحتى لو أنه حدثته نفسه بأن يتخذ مواقف فإنه سوف يتعرض للاغتيال. إذن فبشار غير موجود، وإنما موجود شكل فقط وبوق لا أكثر ولا أقل. أما فيما يخص مقتل سفير روسيا، بالطبع نحن لا نرجم بالغيب، لا نعرف من وراءه لحد الآن، ولكننا نقول الجزاء من جنس العمل. هؤلاء النظام الروسي هو نظام في الحقيقة على رأسه بوتين، وبوتين معروف رجل مخابرات ورجل من ما زالت عنده عقلية الاتحاد السوفيتي لم يتخلى عنها، وبالتالي ما زالت الآثار آثار تلك الحقبة ما زالت تعتمد في نفسه وفكره، وقد نشأ عليها وربي عليها، والإنسان من الصعوبة أن يتخلى عن الأشياء التي ربي عليها من القهر والاستبداد، وبالتالي هذا الجزاء من جنس العمل، وإن كنا لا نعرف بدقة الجهة التي تقف من وراء هذا، ولكن ترى هذا سيكون مؤجج للصراع، ربما يتعدى إلى تركيا، وربما يكون ذلك
مواقف شجيعه لسقوط الطائره قبل الانقلاب العسكري على اردوغان الذي فشل. الشيخ علي، كيف الحق خلينا نوليو الى موضوع اليوم، تصريحات العمامرة وزير الشؤون الخارجية الجزائري، كيف تلقيتم هذه التصريحات وكيف تفسرونها حاليا يعني في هذه الظروف؟ أولا وزير الخارجية الجزائري ينبغي علينا أن نعرف أولا مساره، الإنسان لا يمكن لنا أن نتجاهل مساره، وبالطبع هو كان في الأمم المتحدة في التشعينات وكان يدافع على النظام الجزائري وعلى الانقلاب العسكري قبل مجيء بوتفليقة، يعني في 92 و93 كان معروفة مواقفه الدولية، وهو في الحقيقة لم يبقى له من الدبلوماسية إلا القصور، لأن الأمور الأساسية هي في يد يعني مشاعل وليست في يده هو، وهذه في الحقيقة مفارقة غريبة أن تتقسم وزارة الخارجية بين رأسين، هذا في جهة والآخر في جهة، وإن كان يلتقيان على نقطة واحدة دائما يدندنون حولها صباحا ومساء، وهي الإرهاب والتنسية الأمني. يعني الدبلوماسية الجزائرية لها ساق واحدة لها ساق واحدة تمشي عليها، وهي إما التنسيق في قضية الإرهاب، أما القضايا الدولية الحقيقية لا نسمع لها صوت، يعني يكفيها أنها تريد فقط أن تكون تعرض نفسها ككلب حراسة لمصالح إقليمية ومصالح دولية، هذا الباقي من الدبلوماسية الجزائرية، وهي تتخندق بشكل واضح وجلي وواضح، يعني تتخندق مع الأنظمة الطاغية والأنظمة المستبدة القاهرة لشعوبها، ولا شك أن هذا أيضا من بقايا ما في عقول الساسة الجزائريين، سواء رئيس الجمهورية أو الذين حوله أو الذين ينطقون باسمه، يعني والطيور على أشكالها تقع، وكما قال الله عز وجل تشابهت قلوبهم، ولذلك هم يلتقون مع بشار ويلتقون مع مفتي القنابل المتفجرة ويلتقون مؤخرا مع حفتر، وهذا شيء يعني من الحقيقة غريب جدا، يعني أن حفتر يأتي للجزائر ويستقبل بالأحضان بينما معارضة جزائرية غير مسموح لها بأن تتحدث وأن تتكلم وأن يكون لها حقوق سياسية، يعني كل من هب وتب يدخل الجزائر يهود دخلوا من الجزائر، وكل الملوثة بدين بدماء الأبرياء دخلوا من الجزائر، أما الذين اختارهم الشعب واختارهم الشعب ممنوعون من ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية، وحتى لا يستطيعون أن يقوموا بمظاهرة أو بمواقف، هذا كل هذه الدلائل والقرائن والأدلة تدل دلالة قاطعة على أن النظام الجزائري ما زال في العقلية القديمة، عقلية الاستبداد ومساندة المستبدين وأيضا الدفاع عنهم. الشيخ علي، ما رأي في كلام أستاذ كريم كبير، هذا صحفي من ليبرتي، قال أن ربما الموقف الجزائري موقف اضطرار، يعني ما عندهاش حل آخر، لأن ربما النظام بشار الأسد يشابه شبه كبير النظام الجزائري، وما عندهاش حل باش تبطيش تقول ضد النظام بشار الأسد، لأن كما قال يتشابهان، يعني ما عندهاش حل آخر وما عندهاش موقف آخر يمكن تقولوه حاليا، يعني هل هذا توقف، هذا توافق هذا الرأي؟ أنا بالطبع ليس للنظام الجزائري أي خيار إلا أن يسلك هذا المسلك، وهذا شيء طبيعي، ولا يمكن يعني كثير من الناس عندما يتساءلون لماذا النظام الجزائري يقف مع بشار الأسد والآن يستقبل حفتر ويقف مع السيسي ويقف مع، هذه طبيعة هذا النظام، هذا الشيء لا يمكن أن يتغير إلا إذا تغير النظام السياسي برمته ويأتي نظام آخر
هذا النظام الآخر له عقلية جديدة وله دماء جديدة وله رؤية جديدة وله استراتيجية جديدة في إدارة شؤون البلاد الداخلية وعلى الصعيد الإقليمي وعلى الصعيد الدولي. أما وهذا النظام ما زال يسير بالعقلية القديمة فلا يمكن أن نتصور أن يسلك على عمامرة أو ساهل أو بوتشيقة أو هؤلاء مشرك. هذا شيء طبيعي وكما قلت العرب قديما قالوا إن الطيور على أشكالها تقع، يعني هذه تشابهوا فتماثلوا فتناثروا، وبالتالي أنا لا أستغرب مثل هذا المواقف، يعني بل أستغرب لو أنهم سلكوا غير هذا المسلك. بالتالي هذا المسلك، والدليل على ذلك نحن نقارن ما حدث في سوريا لحد الآن 500,000 قتيل وأزيد من مليون يعني في الحقيقة جرحى ومهجرين وبلاد مدمرة، ورغم ذلك كأن هذه ليست قضية عادلة. والسياسة معروفة من قديم أن الجزائر تقيم على القضايا العادلة، هل هناك قضية عادلة يعني في هذا الوقت في هذا الظرف أعظم من مناصرة الشعب السوري؟ لأن الذين شنوا الثورة الجزائرية والذين أووا الأمير عبد القادر رحمه الله ليس نظام بشار الأسد، يعني الآن يقول لك سوريا ليست بشار الأسد، لم يكن لا بشار الأسد ولا والده ولا عائلته. الذين شنوا الثورة الجزائرية هم جيل آخر ولهم عقلية أخرى ولهم تفكير آخر ولهم شعارة أخرى مثل الأتراسي وإلى هذا. أما هؤلاء في الحقيقة لا دخل لهم في، بل لو كانوا هؤلاء في ذلك الزمان لربما تملأوا مع الثورة مع فرنسا ومع الأعداء الذين يحاربون الشعب الجزائري. ولذلك ينبغي علينا حتى أنتم في قنواتكم في القناة إن شاء الله أن تجعلوا المسائل أيضا تأخذ منحة فكري أكثر من منحة تحليل سياسي، لأن القضايا هذه بالطبع ستؤثر على مستقبل العالم العربي والعالم الإسلامي والعالم بأكمله، وربما يجرنا إلى حرب عالمية ثالثة لا قدر الله ولا سمح الله، تأكل الأخضر واليابس في ظل تطور المنظومات العسكرية. ولا تتصوروا أن روسيا كانت تستغل الضعف الموجود في السياسة الأمريكية وانقسام أمريكا داخليا من أجل أن تصعد حتى تظهر على هذه الفرصة المواتية قبل أن تسوي الأمور في أمريكا وتسوي الأمور في الغرب. هي فرصة ذهبية في الحقيقة جاءتها من أجل أن تنتقم انتقام تاريخي لخصمتها في روسيا، وأيضا إيران أيضا لتصفي حسابا تاريخيا قديما، لأنها تعرف بأن الشام هي الأرض التي خرج منها الجيش الذي تسبب في مقتل سيدنا الحسين عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فهناك تصفية تاريخية قديمة وتصفية تاريخية معاصرة. فإذا إيران ليست مع بشار، وسوريا روسيا ليست مع شيخ علي. سهلا ما إلى مازال كده نغ شيخ علي نايره فريت مثل ناس سنة تيجي تنتيك تنام كده نات مثل السافاد نهضرة قبل ما نهضرة في تجي في مسجد بوسجين الخبر جد سنسكي سي ترك، يعني الامباسادور الروس دي ترك نغانت يعني أساس شوية كنا كذا الوقت السجي وبلك الخبر جي إذا ما ذي زلزال تمنطني أكون مكيد دينا لي بالحجم مكيد دينا كلمة كبيرة يعني لأين دورنا كذا سوريا تخمير كندي لا سيري إذا ما ذي وضعت مولا يقربنا كلا سيري إذا ما صوت بلك الجيران دوني تاكل تجي يعني الخبر يستخلها نطاس. شيخ علي مرحبا بك، سلام عليكم مرة أخرى، رب اسمح لنا انقطع الخط. أي نعم
شيخ علي، سؤال اخير ربما من فضلك، ما هو يعني رايك في موقف الشارع الجزائري؟ البعض يقول انه محتشم، هل ترى ان موقف الشارع الجزائري محتشم امام هذه المجازر الموجوده التي ترتكب في حلب؟ اولا الشعب الجزائري شعب فطري، عنده فطره يدرك بها الاشياء مهما كانت هنالك التضليل الاعلامي والتضليل السياسي والقنوات التي تسخ علينا انتصارات وهميه، لان ليس هذا انتصار بشار على في حلب، الانتصار الحقيقي انما يكون على اسرائيل التي بجنبه، التي حلقت فوق قصره وضربته مرارا ولم يرد الساعة ساعين، وإنما الانتصار لا يكون على الشعوب وإنما يكون أعداء وعلى الأعداء الحقيقيين. هذا بالعكس ليس انتصارا من الشعب الجزائري، فكما قلت بفطرته التي فطره الله عليها وبتجربته التاريخية يعرف من هو المحق من المبطل، ويعرف أن الشعب السوري شعب مظلوم، وأن الحاكم مهما كانت يعني في الحقيقة حتى لو كان وقعت في حقه تجاوزات هذه وقعت، كل ذلك لا يبرر له أن يقتل شعبه بتلك الطريقة البشعة الهمجية. ويعني أما هذا من ناحية، من ناحية أخرى أن الشعب الجزائري أيضا من ناحية الداخلية هو أيضا في صراع مع نظام مستبد، وزاد الآن الاستبداد نتاعه بعد يعني الأزمة الاقتصادية التي يتخبط فيها. فالشعب الجزائري أمامنا رين نار داخلة، وأيضا تعاطف لا يمكن أن يحوله إلى حركة جماهيرية شعبية، لأن النظام الجزائري أيضا قائم على القمع وعلى الأجهزة الأمنية، وليس قائم على الحوار ولا حق التفاعل ولا حق المسيرات. ولا شك أنه إذا الشعب أراد أن يعبر فإن الجواب الذي ينتظره هو القتل والتشريد والقمع، هذا هو في الحقيقة الذي ينتظره. فهذه النظام الجزائري والنظام السوري لهم أغمى عقلية واحدة، وهي إذلال الشعوب وقعر الشعوب، بل أصبح الشعب النظام الجزائري الآن يستغل ما يحدث في الدول المجاورة وفي سوريا من أجل تخويف الشعب الجزائري. وأنتم تعرفون أن الإعلام أيضا أصبح دخل في الصف، والقنوات دخلت في الصف، والجرائد دخلت في الصف، ونتيجة رأيناها في التهجم على السياسيين المعارضين وعلى الإعلاميين الذين يكتبونها مثلا في الفيسبوك ومطاردتهم وكل هذا. ولكن كل هذا أنا دائما أقول هي المسألة مسألة أن المستقبل لهذه الشعوب، المستقبل للشعب السوري وللشعب الجزائري وللشعوب العربية والإسلامية، ولكنها مسألة وقت ومسألة وعي ومسألة همة ومسألة أيضا عزيمة سوف تظهر في الأيام، لأن مهما كان الحكام طغاة فإن مصيرها إلى الضعف كما لا يخفى عليكم جميعا. شكرا شيخ علي بالحاج، أعطيك صحة وقيم دبر الجباسة من قاسية الجزائر، تنمير فيك وبارك الله فيك أستاذ. أثم مثلا الساق مثلا محرز بويشي وكيد ناسي سيف قايت وكيد مسلاذ قرشنا كذا قمذا عيني عنان إزار فن بومدان سي محرز بويشي الزوف لك مرحبا فيك مثلا. الزوف لك يا سليم، تنمير سام قران تنمير بعرض في الهوي تاني نيك سلام سام قران عفي ذاكي ربي سمحتي سمع عفي ذاكي بيتوالينا لميتون نيك يا سليم. تنمير تيك يا سي محرز، تم جوال كنك مثلا محرز الحقنا عدلي فيديو و تم نغينا قيل الامباسادور الروس ديال تركيا اتنوالي مور شغالي فوكيدنا قيمو كيدنا كشيني هات مثلا نولي لا فيديو قيد لحقنا كثورة تقيت من غيث الامباسادور يعني الروس دي لا تركي نغاث أولي ديفانسينا دا القارد دي كورن سيتي نغان زامز ماد ولا فيديو ني وقي يعني ليه دارة ومبعد تيران في اللسكة با و سيغار اكزاكتمون وثي نغان هذا ولا يفادك بلك
دونك هو قارن الاخبار اللي تلحق نسينام ذانا كي يدق زمان سيرا يدبر لا كارت لا بوليس يروح على ديناسيون كونت ان تونك بوليسي ومن بعد الى بروفيتي الميديا هضر لك الامباسادور الروس ويتيرا فلاس وقي الاخبار اللي لحقنا كاسينا ومن بعد مازال لونكات وديفانا اكزاكتومون يمك خدموا من ذانا كي يقنعنا كان الروس يقنعنا كان الامباسادور الروس اسي ما حزبوش تيقلت لنا نزوف لك أمي كي تورى الفيديو تلقى الامباسادور الروسي إكس إكنا إتسو إكتسوان غانا كان غان ذي لا تركيا يعني تمثل تلقى ما تنبوش في نالمور أين ظرنا كان ذي الروس أين ظرنا ذي سوريا وتغميرة ذي سوريا زمنات تلي الحالة مقرات وزمن ما مس كومبليكات أصلا فير ذي تمثل ذي ذي تمناطني. أجينا نرجع لون مرة سليم ما بشري ديني بشي بترون في ورق لاتيري c'est une deuxième guerre froide, c'est une guerre froide chaude, c'est-à-dire c'est une guerre froide entre toutes les puissances internationales. On verra avec chemin des détails parce que c'est des explications géopolitiques. Ben là qui a été Mousnaoun, Zimmerman, Defkina Kawel, beaucoup plus ou des partisans qui ne savent les sciences politiques. Ben c'est une question géostratégique, c'est-à-dire les toutes les puissances internationales. Essayer ou faire ces dames de la Syrie en hiver en similaire. Malheureusement, que ce soit l'Iran, que ce soit la Russie, que ce soit les États-Unis d'Amérique, que ce soit l'Allemagne, que ce soit la France, ils ont trouvé un terrain de chute de la Syrie. Je vais te dire, c'est très grave. C'est très grave aujourd'hui, la Syrie, Halep en particulier, sera le cimetière de l'humanité. Alors, l'humanité, au sens réel du terme, au sens philosophique, maintenant, ça s'appelle Insania. Af l'humanité. Aujourd'hui, l'humanité se mousse. Ce qui se passe en Syrie explique d'une manière très simple et maintenant la mort de l'humanité, l'incapacité de toutes les institutions internationales, que ce soit l'ONU, que ce soit le Conseil de sécurité, que ce soit la Ligue arabe, que ce soit la Ligue africaine, que ce soit l'Union africaine, que ce soit les pays, c'est-à-dire les pays du Golfe, explique que malheureusement, toutes les puissances internationales aujourd'hui offrent un terrain indéfinable, à savoir la Syrie. Justement, malheureusement, on est en train de trouver aujourd'hui que le peuple syrien, c'est le peuple syrien, malheureusement, qui paye très très cher les conflits internationaux et des conflits, que ce soit entre les États-Unis d'Amérique et la Russie, que ce soit. D'ailleurs, la mort de l'ambassadeur, je l'ai vu il y a une heure, enfin il y a 40 minutes, 30 minutes, je suis allé à la télévision, la mort de l'ambassadeur de la Russie en Turquie, ça explique, malheureusement, ça explique cette guerre fratricide qui vient malheureusement entre six puissances internationales, en disant malheureusement aussi, ils ont exploité la Syrie pour régler leurs affaires. Que j'appelle moi des affaires d'intérêt. Assim Harzan, Assim Harzan, القيمة هذا وغلا غلا تمسد بوسجل ديكلاراسيون كيما سلامة مرة وكذا نغلا في الأمور برا الجزائر يعني ومخالف نارا وكي قدشنا كذيك زرفن بومدانا مكون وي مام لي زورغانيزاسيون برا راني مسامر كوم كوا سيتا ماساكر ستان لومانيتي كموثون ذي الحالة بخطر لي ماساكر كي بوراشي مشطاح تلاوين ديم غار يكتمتاثن دينا زداو البومبا تاكين الروس الحزب الله ليرونا لا لارمي اجين بشار بصاد الجان نظن نولي مسلع مبران تاي لاشي جوستيفي ناك ناك تاكي بليتو ستون ليبراسيون كونتر التيروريزم يعني مغار ناكين عطي لا رشي مشتاقن تولا كذي لا فوتو وكذا كي بور الى عمامرا وكذا كي سيدي تيروريست ام كتسفا ماذا لا بوزيسيون كي الجزائر سي محرز سليم ايما لا بوزيسيون دو لالجيري الي تي توجور اوباك لالجيري نا با بري دي بوزيسيون كلير Il y a d'ailleurs des positions claires pour trois raisons. D'abord, parce que demande une décision claire. Il faut avoir un pouvoir légitime. Est-ce que le pouvoir algérien il est un pouvoir légitime de faire des décisions par rapport à ce qui se passe, que ce soit du Yémen, que ce soit de la Syrie, que ce soit de la Libye, que ce soit de la Tunisie, un d'amisant. C'est un joueur aussi. كان جاب سويسنات اسامي مينا باش المينيستر انا على البوفوار الجزائريين باش هادي تدم دي ديسكور هادي بروتيجي ليمانيتي هادي من بوزيسيون الى هادي اكستيريور تري كلير ان جور اي مثلا سليم لالجيري ان با اون بوليتيك اكستيريور كلير
ni par rapport à la Syrie, ni par rapport à ce qui se passe au Yémen, ni par rapport à ce qui se passe au Burma, ni par rapport à ce qui se passe à la Libye. Il a 4 ans, ces derniers temps, lorsque le président de la Tunisie a déclaré que les États-Unis d'Amérique surveillent les frontières entre l'Algérie et la Tunisie, les avions sont pilotes, l'Algérie, elle n'a pas pris de position. C'est pour vous dire effectivement, ben chiant. L'Algérie est-ce donne une position par rapport à ce qui se passe en Syrie, il a qu'elle déjà à la définir une politique extérieure. Bien sûr, cette politique extérieure doit être basée sur les droits de l'homme, sur les droits du peuple à une autodétermination. Il faut qu'elle prenne, mais malheureusement, en Algérie, à nos jours, elle n'a jamais adopté une politique extérieure. La troisième des choses. Malheureusement, d'ailleurs, elle ne peut rien faire. L'Algérie, elle est incapable aujourd'hui de faire quoi que ce soit, ni au niveau de la Ligue arabe, ni au niveau de l'Union africaine, ni au niveau des instances. Donc, je sais que Dina Kenyus a dit un salut. C'est-à-dire, en tout cas, qu'est-ce que le régime algérien, il essaie, comme tous les régimes, ils viennent, les régimes arabes, que ce soit les pays du Golfe, que ce soit les pays iglènes, d'ailleurs, comme la Tunisie, ils essaient d'en profiter. Ils essaient d'en profiter pour dire, écoutez, peuple, si vous allez demander la démocratie d'une manière pacifique, regardez ce qui va vous arriver. Donc c'est très simple, c'est très simple. On ne doit pas chercher midi à 14h et maintenant, Salim, l'Algérie, elle est dans l'incapacité de prendre une décision, de prendre un discours par rapport à ça. Ce qui est très grave, c'est que ce qui se passe en Syrie, merde blé, effectivement, tout le monde tue tout le monde. Tout le monde utilise tout le monde, que ce soit Daesh, que ce soit le système de Béchar, que ce soit le système, que ce soit la Russie, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, que ce soit l'Allemagne. C'est pour vous dire effectivement, elle y est la voie de la sagesse. Elle y est la voie de la sagesse dans les pays, les Moukaran, les pays musulmans, les pays arabes, pour dire basta, ce qui se passe en Syrie, c'est des massacres contre l'humanité. Ce qui se passe en Syrie, c'est que c'est des puissances qui n'arrêtent pour des intérêts, que ce soit pour mettre à genoux Israël, enfin, pour mettre à genoux l'Iran, pour mettre à genoux les États-Unis d'Amérique. Elle délaisse la voie de la sagesse pour protéger toutes ces populations existantes, malheureusement, que ce soit des bombes de Daesh, que ce soit des bombes de la Russie. C'est pour vous dire, l'Algérie, malheureusement, le rôle qu'a joué l'Algérie de médiation, de règlement du conflit, aujourd'hui, elle ne le joue pas. Elle ne joue pas. Au contraire, j'ai l'impression, je le dis avec des réserves, parce que je n'ai pas le dossier, c'est-à-dire où Israël a le dossier complet, mais j'ai l'impression que l'Algérie, comme tous les pays arabes, ils sont en train d'en profiter pour dire, regardez ce qui s'est passé en Syrie. Donc, si vous allez, est-ce vous, peuple algérien, si vous allez demander vos droits par des marches, par des contestations pacifiques, vous allez vivre pratiquement la même chose, ce qui est très grave, Salima. Exactement. Ça, maintenant, Mahlis Bouch, avec Sahaf, tu m'as regardé, tu m'as dit, maintenant, Bouch, vous avez dit, اقتش يعني اني انا نيك هيك اذا الفان بوم دان سيف قايد هاتيك ساق مثنا شكرا طاس مثنا الشيخ علي بالحاج وقيد ذم دبون جبيس من قاسي الجزائر شكرا طاس مثنا كريم كبير انا غمس دي ليبرتي سي الجزائر وتستورق مثنا سادي حنوتي وقيد ذم دين قدش نساسيت سيتي زيزو اث مثنا استما او دينا قيمتو كيدنا تراق هذه لو كيدو نوم بعد كا شويه قوات لي ليا والدوان ونرى اذا راه نوند كنت مغلينون في لي ديكلاراسيون كي مس العام امرا انا غلا في الامور برا للجزائر فين انا كحالب ذي سوريا ارديناه مثلا ودينا قيم هنا ربي والسلام عليكم.